سنبقى عرب سوريين قائمين في هذه الأرض للأبد. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الجولان إباء وانتماء. نسلط في هذه الحلقة الضوء على معاناة أهلنا في الجولان في على طرفي خط وقف إطلاق النار على شطري هذا الشريط الزائل وحقول الألغام وخوذة الحرس، على حالة الصمود، على الحنين، على العزيمة والإرادة للعودة إلى الديار. اسمحوا لي في هذه الحلقة أن أرحب بأحد القامات الجولانية التي قدر الله أن تكون مبتعدة بالجسد عن ثرى الجولان، لكن في القلب وفي الروح وفي الانتماء هي سورية جولانية بامتياز. دكتور جمال ولي، أنا بيسعدني أنك تكون ضيفي بهالحلقة هاي، وأنت سليل أسرة، أنت شقيق الأسير السوري البطل الشهيد سلطان نمر الولي، وأنت ابنة سيدة كان جدها حمالا للبيرق في حربنا ضد الفرنسي ودحره عن ثرى الوطن. مرحبا بك. شكرا لك أستاذ علي على هذه التقدمة الرائعة. الجولان هذا الجزء الغالي من الوطن الغالي سوريا. سأعود إلى البدايات. احتل الجولان عام 1967 وكان هناك مقاومة نائمة إن صح التعبير. أنا قبل أن أدخل في موضوع المقاومة وجه كلمي لأهلك، لكل اللي بحبوك بالجولان المحتلة، أنه بدي فوت بغناي جولان وانت عزنا عابي يسمعوك. إلى الأهل الغوالي الأعزاء، كبار وصغار، نساء ورجال، أشتاق إليكم بعد غربة 41 عاما، غربة قسرية فرضها الاحتلال، فرضها هذا الاحتلال الغاشم، أبعد شطري العائلة كل قسم في مكان. أنا منذ 40 عاما أشتاق لكل الوجوه، أصدقائي، رفاقي، للشارع، لمرجل يعفوري، لبركة رام، لكل قرى الجولان، لكل حبة تراب جبلت بدماء الشهداء. نعم مشاهدينا، راح أروح أنا وياكم بتوقيع المخرج حمزة حمزة وبتوقيع مساعدة المخرج روزين صعب بهاي المادي اللي راح نخليك تطوف بذاكرتك بقرانة بالجولان المحتل. فاصل ثم نبدأ مواد الحلقة. مرحبا. العيدة فرساني منها بالرادة، نحمي حماك من العيدة فرساني منها بالرادة، واصواتنا كل المدى نبكي سوريا تدمينا. من جديد مرحبا بكم متابعينا. دكتور جمال، أنت لم تكن في غربة، أنت في وطنك، لكن أنت مجروح القلب لأنه صارت حالات كثيرة من الوفيات حرمت، وآخرهم الأسير الشهيد البطل سيطان نمر الولي الذي جسد بحق أدب السجون، فكان كتابه سلال الجوع، القنبلة التي فجرها في وجه الجلاد الإسرائيلي خلف القضبان، فغدا نبراسا ومرجعا لكل الأحرار. خليني أحكي عن جمال اللي إجا طالب لهوني، عن جمال اللي كبر وتربى بمدارس وجامعات الوطن، عن جمال اللي وقف الحاجز والشريط الاحتلال حائل بينه وبين أهله. اسمح لي قليلا أن أدخل. منذ احتلال الجولان بعام 67، طبعا هناك احتلال
إذن هناك مقاومة. المقاومة في الجولان أتت بعدة أشكال. طبعا المقاومة ليست هي فقط المقاومة بالسلاح، هناك المقاومة بالفكر، بالتجذر بالأرض، بالانتماء، بالصمود في الأرض، بالمظاهرات، بالأفكار، بالرفض الاحتلال. أول مقاومة بالجولان ضد الاحتلال الإسرائيلي طبعا وجدوها فرصة أهالي الجولان، كل أهالي الجولان من الكبار حتى الصغار، من النساء حتى الأطفال، هي وفاة المرحوم جمال عبد الناصر. وجدوا فيها فرصة أهل الجولان تعبيرا عن رفض المطلق للاحتلال وتعبيرا عن الانتماء وتجذرها في هذه الأرض. طبعا صار في هناك مواجهات، أنا كنت موجود، كنا أطفال، كنت أنا صف سادس. طبعا خرجنا مع المدرسين، خرج الشيوخ والنساء، عبروا تعبيرا صادقا وعفويا عن الانتماء وتجذر في الجولان. طبعا من هذا الوقت طبعا كانت المقاومة كامنة. نعم. إلى عام 1970 ظهرت للعيان، وعام 74 بذكرى تحرير القنيطرة. نعم. من قبل القائد المؤسس حافظ الأسد صارت انتفاضة ومواجهات مع المحتل، أحداث كبيرة. طبعا إذا عدنا لأنه حدثت اعتقالات كبيرة، شبكة الراحل شكيب أبو جبل وعشرات المناضلين الذين قدموا مخططات خط بارليف على الحدود المصرية الفلسطينية، ومخططات خط ألون أو مخططات مرسل جبل الشيخ، كل هاي بفضل سواعد وعقول شباب الجولان الذين كانوا يعملون في هاي المواقع. طبعا أرسلوا المخططات، ليس طبعا بدأت الانتفاضة أول مقاومة، وإعطاء المعلومات للوطن السوري. على أثرها قامت حرب 73. سأعود لبعض الأحداث اللي حصلت. إنشاء العيان بهذه الفترة. أنا كنت موجود هناك. نعم. كنت موجود ب 73، كنت موجود، كنت صف عاشر. شباب الجولان اللي راحوا اشتغلوا بسيناء على خط بارليف عن قناة السويس، طبعا نقلوا المعلومات بشكل دقيق للاستخبارات السورية ومنها الاستخبارات المصرية عن طبيعة هذه التحصينات الكبيرة، عن طبيعة مواسير الغاز التي تنفذ إلى قناة السويس، وإذا صار حرب مقبلة سوف تشتعل قناة السويس. طبعا أهالي الجولان وشباب الجولان هم من كشفوا هذه. نعم. يعني نحن بنعرف أنه هم كانوا امتداد تنفيذي لبطولات الجيش العربي السوري. لا في شك طبعا. أنا أعود إذا إلى الدكتور جمال. أي. دكتور جمال بعام 1977 طبعا بعد مفاوضات عديدة ومديدة مع سلطات الاحتلال من قبل الشباب المناضل، لا ما بدي أذكر أسمائهم، هن اللي تابعوا الموضوع، موضوع أنه نحن استكمال دراستنا في الوطن الأم، لأنه نحن كنا محرومين من الدراسة الجامعية. يعني نحن أنت بأول دفعة جيت. أنا أول دفعة، أول 12 شخص جينا على القطر بمكرمي. نعم. 12 شخص جينا. أيوة. طبعا هذا يعود للفضل للكبار من الجولان اللي تابعوا أمور، أنه نحن بعد البكالوريا سقنا بالجولان هو فقط البكالوريا. البكالوريا وما بعد البكالوريا معش ممنوع نتابع دراستنا. نعم. فنحن جينا أول وفد إلى الوطن الأم لاستكمال دراسة الجامعية، كنا 12 شخص. وبعد منها كل سنة يجي طبعا تعليم مجاني، طبعا سكن مجاني، كل شيء مجاني، تأمنت كل الأمور الدراسية والسكن الجامعي والمستلزمات. يعني حتى كنا ناخذ رواتب، لو أنه راتب كانوا يعطوكم الرواتب تتعلم، وهي سكن وهي كتب وخذوا راتب، يعطونا راتب، هي دعم من الوطن، من الوطن طبعا. فنحن استكملنا دراستنا. طبعا كل سنة كان يجي وفد إلى فترة الانتفاضة بالجولان ومحاولة فرض جنسية، وقبلها ضم الجولان. ضم الجولان لما بالكنيسة ب 14/12/1981 أصدر الكنيسة قرار بضم الجولان واعتباره جزء لا يتجزأ من الكيان الغاصب الإسرائيلي. طبعاً سقط هالقرار. طبعاً سقط القرار لأنه بمجلس الأمن كل الدول رفضت. بعد فترة حاولوا التضييق على المواطنين
بيسلبوا كل شيء، شو الارض والمياه والمطر وكل شيء سلب، والمنتجات الزراعيه حاولوا سلبه. طبعا هون الاهالي اهم ما في الامر هو محاوله فرض الجنسيه الاسرائيليه على السكان، وكان كالنار في الهشيم، كان الرفض المطلق والرفض القاطع بهذه السياسه وهذه الغطرسه. طبعا هي حاولوا اول شيء يعملوا حصار، صار في اضراب استمر ما ينوف عن 6 أشهر اعلانا عن الرفض المطلق لهذه، اولا لضم جولان وثانيا للبطاقه الهويه الاسرائيليه الجنسيه الاسرائيليه طبعا، وكتبوا لا بديل عن الهويه السوريه، الهويه ولا المنيه، الهويه السوريه ولا المنيه ولا ايوه. فطبعا اعلانا عن الرفض استمر الاضراب 6 أشهر انقطعت اخبار اهل الجولان عن كل العالم. انت وين كنت فترتها؟ انا كنت بالجامعه، كنت بدمشق بسوريا. نعم اختصيت طبيب طبعا، انا اختصيت في طب المشاريع. انا بدي بس مشان النقطه هاي هلا المشاهدين خلينا نحطهم بالصوره. طالب الجولان هو الطالب الوحيد في سوريا اللي بحق له يفوت على الاختصاص اللي بده اياه بدون اي علامه او شيء. هاي كمان مكرمه تضاف ل طبعا هي نحن لما جينا على القطر، طبعا نحن بالاساس مواطنين سوريين عرب سوريين وليس لنا خيار اخر ان يكون شيء طبيعي، هذا انتمائنا وهيك ربينا يعني. هيك ربينا. طبعا نحن لما قدمنا القطر السكن مؤمن، مجرد ما وصلنا على القطر السكن مؤمن، الرواتب لو انه بسيطه بس كانت كثير يعني تدعمنا. يحق للطالب الجولاني اختيار الفرع اللي بده اياه بدون الرجوع للعلامات، بدون الرجوع للعلامات. تمام. نعم. تمام. طبعا سأحدثك عن الأحداث اللي حصلت. لما حاولوا فرض الجنسية الإسرائيلية، أذاعوا في التلفزيون أو الإذاعة الإسرائيلية إنه الشيخ سلمان أبو صالح شيخ الجولان شيخ الروحي إنه استلم على أساس استلم الجنسية الإسرائيلية، وعليكم يا أهل الجولان خلص الأمر انتهت يعني، طالما زعيمكم استلم الجنسية. أيوه. طبعا هي يمكن في احداث حصلت، انا بدي احكي احداث ما بدي اروي شغلات. ايوه. بطبيعه اهل بيوت الجولان قريبه كلها من بعضها مكتظه. طبعا قبل ما كان في لا موبايلات ولا كان في شيء، كان في هواتف قطعوا الهواتف حتى يعلم اهل الجولان، يعلموا بعضهم انه هذا الخبر كاذب وكذا. صفى كل جار يخبر جاره من الشباك طبعا لانه كان في حظر. أنا أرسل أخي فارس صور حية من لجنود الاحتلال وهم على أسطح المنازل، أرسل لي صور أقدامهم مبينة من خلال الشباك، صورهم أرسل. فهو كانت كل بيت محاصر، مش بس القرية محاصرة. طبعا هذا العالم والعدو الإسرائيلي طلع خبر كاذب. طبعا خبر كاذب، يعني 12 ألف جندي حاصروا الجولان، كل بيت كان محاصر. نعم. فصاروا يخبروا بعضهم هني عن طريق طبعا النوافذ قريبة من بعضها، يا جاري خبر جارك أنه موضوع الجنسية هذا موضوع زائل، موضوع هذا سوف يدعس تحت الأرجل. فعلا هن طبعا وزعوا البطاقات على مداخل البيوت. ما كان من الاهالي الا جمعوا هاي البطاقات واجتمعوا في ساحه مسجد الشمس، طبعا بالقرى كلها، في ساحه بقعثة وساحه مسعده وساحه عنقنيه، وحطوا ووضعوا الهويات وحرقوها في البراميل الزبالي وحرقوها اعلانا عن الرفض المطلق. انا من هون راح طبعا هذا موقف ليس بغريب على أهل الجولان، وقفتهم وصمودهم في وجه هاي الممارسات القمعية والاستفزازية والتعسفية للعدو الإسرائيلي. مشاهدينا نستكمل حديثنا، لكن خلينا نروح نحن وياكم لاستطلاع عادته الزميلة خنساء الأطرش، شو بيوجهوا أبناء الوطن كلمة لأهلنا في الجولان المحتل، ثم نتابع. وجهنا كلمة لأهلنا الصامدين في الجولان. والله هذول أهلنا وأهلكم، ونحن معهم وقلبنا معهم ونفسنا معهم. والله تحياتنا لجهود صادقة صابرين على الاحتلال الإسرائيلي، ظلم الاحتلال الإسرائيلي. يعني الله يكون معهم والله يقويهم
وإن شاء الله هيك التحرير قريب على يد الجيش العربي السوري بقيادة القائد بشار. أهلنا بجولان هن رمز للتحدي والصمود، ودائما وأبدا كانوا قدوة لأن بتمسكهم بالهوية الوطن وعدم التنازل عنها، وإحنا بنوصيهم دائما يظلوا على هالصمود وعلى هالإصرار، ودائما نتعلم منهم دائما أنه الإنسان مهما طال الزمان أو قصر لابد أنه جزء من الوطن يعود إله ويتحرر، ونرجع نحتفل كلات ونجتمع بالجولان إن شاء الله. بحي صمودهم وبشد عائدهم وبشجعهم، ونحن معهم بقلوبنا، صحيح بعد بس قلوبنا وفكرنا معهم. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا. راح يكون محورنا هلق محور أدب السجون، واللي تمثل بقامات من أهلنا بالجولان المحتل، قامات من الأسرى الأبطال، في المقدمة الأسير السوري الحالي عميد الأسرى السوريين صدقي سليمان المقت، وأيضا الأسير الشهيد سيطان نمر الولي وهو شقيقك، وأيضا الأسير الشهيد هاي الحسين أبو زيد، فضلا عن أسرى محررين بينهم عاصم محمود الولي ابن عمك وهو اللي عمل أكبر معرض وهو داخل السجن. وتشكر جامعة دمشق بعد تسريب بعض هذه اللوحات من الداخل المحتل لكي يقام له معرض في ثمانينيات أو آخر ثمانينيات القرن الماضي. خليني اجي لسيطان. سيطان، انا من حسن حظي بعد اطلاق سراحه توصلت انا وياه، وكان لي الفخر الكبير اللي هيك قامي بعد 23 سنه تطلع من السجن تحمل مرض في الكليه، وكان له العباره الشهيره حاب اسمعها منك. خلي العالم يعرفوا من سيطان نمر الولي. ان استطعتم انتزاع كليتي فلن تستطيعوا انتزاع ارادتي، قال الشهيد سيطان نمر الولي قبل استشهاده، لانه طبعا هو من ضمن الممارسات الحقيره والشنيعه للعدو الاسرائيلي هو يعملون حقول تجارب. يعني الشهيد هاي الحسين ابو زيد استشهد نتيجه السرطان بالدم، والشهيد سيطان نمر الولي استشهد نتيجه السرطان في الكليه. كانوا يعملون حقول تجارب، يعطون أدوية حقول تجارب. سيطان، تواصلت مع شقيقتي امتثال، أخبرتني أنه سيطان يعاني من مشكلة. أنا وقت كنت بالسعودية، كنت بالسعودية وقت أنا، فبعد وسطات وتدخل السفارة الروسية والسفارة الصينية أنه هذا الشخص مريض. طبعا وسائل كانت استقصاء قديمة وغير مستوفات، يعني كانت ناقصة كلها. كان بده مثلا إيكو للبطن، كان بده رنين مغناطيسي حتى تكشف المرض ببدايته. هو لا، ما كشفه المرض إلا بعد أن استفحل وانتقل، صار في عنده درجة متقدمة بشكل كبير. طبعا أجرى العمل الجراحي داخل المعتقلات، في مشافي داخل المعتقلات دون أن يكون أحد جانبه، لا أمي لا أختي لا أحد. بمراحل ما كان مقيدا في تلك المشافي؟ طبعا مقيد، لأنه ضمن السجن، مشفى خاص للسجن هذا، مش مشفى مدني، مش مشفى مدني حتى يستطيعوا الأهل أن زيارته وشوفوا يعني. طبعا لما استفحل المرض السلطات الاحتلال الإسرائيلي ما بتخلي أسير يستشهد داخل المعتقلات، لانه هذه بتنعكس عليه، بيفضحها دوليا، بيفضحها دوليا. فهني اطلقوا سراحه، طبعا وكان استقبالا عظيما لهذا الاسير النسر الطائر، النسر المحرر. حضرتك تفضلت. طبعا هو الف كتاب داخل السجن، كتاب اسمه سلال الجوع، يعبر عن بالمضمون الاساسي، يعبر عن الإضراب الذي حصل سنة 2004. الإضراب فشل لأنه لم يكن هناك تنسيقا بين جميع المعتقلات. عادة لما بيكون بده يكون في إضراب بده يصير في تنسيق مع كل المعتقلات، بده يصير في تنسيق بين السجناء، لأنه طبعا الإضراب بده ناس تتحمله،
الاضراب استمر وقتها بحدود 30 يوم بس يمكن فش الاضراب. هو حكى عن حيثيات الاضراب، عن حيثيات انه شو لازم يعملوا الاسرى مقاومة للسجان نعم. لان هوني صار في عندك انت صراع بين السجان وبين الاسير، والغلبة مثل ما بيذكر السيطان طبعا، انا عم بحكي عن لسانه، الغلبة دائما للسجان لانه هو القوي لانه طبعا، بس كانوا يحصلوا على الشيء اللي بدهم اياه نتيجة مقاومتهم لاضراباتهم. لما خرج السيطان طبعا خرج كان يحمل البقايا المرض الانتشارات الموجودة في بطنه. أنا أكن لهذا الرجل الاحترام لهذه القامة العملاقة. أنت شفته شاءت الأقدار أنك جمعته؟ ما حصل لي لأن من أي عام لم تلتقي شقيقك؟ طيب بدي أحكي لك شوف المعاناة سبعينيات القرن الماضي. نعم شوف المعاناة. أنا كنت وقتها بالسعودية لما طبعا احتفلنا بتحريره، انا كنت خارج الوطن. تواصلت معك على ما اذكر يعني. نعم حاولنا ان نجتمع في عمان، طبعا كان وقتها من كبلد نجتمع في عمان. انا قدمت من السعوديه الى عمان، عيالي قدموا من السويداء الى عمان، واهلي على اساس انه يكون استيطان بينهم، لكن سلطات الاحتلال باخر رفضت. لحظه رفضت. لاحظ كيف يعني شو الغصة اللي كلياتنا حملناها. يعني أنا طبعا أشتاق لكل أهلي، أشتاق لكل أهل الجولان، أكثر اشتياقا كنت لسيطان طبعا مشاهدينا يعني من عم نحكي عن شخصا موضوع الأسرة، نحن لا نتحدث عن أسماء، نتحدث عن قامات كبيرة. سيطان نمر الولي من الأسماء الكبيرة، هي سمعته بلسان شقيقه اللي أكبر منه أنه أثناء السجن بشي طبيعي انه العدو الاسرائيلي ما عاد يسمح له يرجع الجولان. بعد ما اطلق سراح اخوه بعد 23 سنة رفض العدو الاسرائيلي لقائهم، وكما نجري هناك عادة تصبح لقاءات جانبية بطريقة او باخرى. فالرحمة لروح هذا الشهيد البطل، وبالتأكيد انتوا مثلتوا بصمودكم النموذج للعالم من هم ابناء الجولان، من هم ابناء سوريا. خليني كمان اذهب مشاهدينا كمان بمادة أعدوها الزملاء، ثم نتابع ما تبقى من نواة الحلقة. ابقوا معنا. كل شبر في أرضنا في دم على جهد. 52 عاماً وخمس قرى لا تزال تقاوم، آلاف العائلات هجرت، وأرض خصبة أدمتها المعسكرات والألغام، مظاهرات وأضرابات واعتقالات طالت الجميع، وسجون كل نزلائها أحرار، ومعبر شهد زفاف بناتنا بعد أن مروا به لمرة واحدة عربون ثقة مطلقة بالتحرير، وعالم لم ينكس يوما رفعته أياد دفعت دما لأجل عروبة وسورية الجولان. هنا في مجدل شمس ولدت خلية مقاومة، ما كانت الأولى ولا هي الأخيرة، جمعت ثلة شبان رهنوا حياتهم لأجل القضية، عاشوا مكبلين بسلاسل العز وتهمة الإخلال بأمن إسرائيل، استهانوا بصوت لا قانون وقاضي لا دولة، فنالوا حكما ب27 عاما في زنازين الاحتلال. منهم عاصم الولي، بشر المقت، والشهيد سيطان الولي، والشهيد هايل أبو زيد، وعميد الأسرى العرب صدق المقت، عاد بحكم 11 عاما بعد 27 عندما فضح تورط الكيان مع الإرهابيين في وطنه الأم سوريا. زنازين الاحتلال ضاقت على أبنائنا في الجولان، رفعوا أصابعهم منتصرة ففقأت عين السجان، بينما صوتهم المكبوت خلف القضبان أسكت باطل محاكمهم، ومعاناتهم في الظلام ستعدل ميزان الإنسانية الذي مال منحازا لعقود. كسر هالليل الغادر حتى يعرف نحن مين الجولان، عمينا بينا قوات نحن جايين، نكسر هالليل الغادر حتى يعرف نحن مين الجولان، عمينا بينا قوات نحن جايين، نكسر هالليل الغادر حتى يعرف نحن مين. كل شبر في أرضنا في دم على جهد، ولا منت
وركب فيها الحرب الطفل من نجمي. عودة من جديد مشاهدينا على ضيفي دكتور جمال، أنت من الأطباء الذين برعوا وتركوا اسما كبيرا على امتداد ساحة الوطن. بدقيقتين خلينا نحط المشاهدين أبرز ما قدمته للوطن الذي قدم لك الكثير. ذكرت في السابق أن الطب هي رسالة وليست مهنة، إن شاء الله يكون نحن قد هي الرسالة أنه عم نأديها على أكمل وجه. يعني أنا صليت 35 سنة طبيب، والحمد لله يعني دائما أقدم رسالتي بما أستطيع، بالقدر اللي أستطيع أقدم رسالتي. من المحطات البارزة اللي عم تتفضل بالسؤال عنها هي أنه كان لي الشرف أن أسست مركز العلاج البيولوجي في المحافظة. العلاج البيولوجي هو من أرقى وأفضل وأغلى أنواع العلاجات على مستوى العالم، ولا تستطيع إلا الدول الغنية تقديمه للمواطنين، لأنه باهظ الثمن، أقل جرعة بالملايين، مليون ومليونين ليرة الجرعة. فطبعا مشكورة الدولة السورية ومشكورة وزارة الصحة، والشكر موصول إلى مدير صحة السويداء للتعاون. نحن بدينا بهذا ب 12/12/2015، بعد ما نتذكر هذا التاريخ، بدينا بالإنشاء مركز العلاج البيولوجي وتقديمه مجانا للمواطنين المحتاجين له. فالحقيقة كان ثورة في عالم الطب. يعني بعد 3 سنين ونص هلق، كيف شايف المشروع؟ طبعا تتفاجأ إذا بدي أذكر لك طبعا نسبة النجاح ونسبة الشفاء لحد 90%. بتفاجأ أنه في مرضى كانوا ما بيشوفوا صاروا يشوفوا، في مرضى كانوا مشلولين ما يعتبروا مشلولين صاروا يمشوا. فتصور هذا العلاج العظيم واللي عم تقدمه الدولة السورية بشكل مجاني. طبعا هو ممكن يعني الأخوان المشاهدين حتى نكون في مصداقية، أحيانا بيتأخر العلاج شوي لأنه في حصار على الدولة السورية، وبعدين العلاج غالي الثمن. لهذا السبب يعني شوي أحيانا بيصير في انقطاعات، ولكن الوضع مقبول، فينا نقول مقبول. نعم، راح أترك لك مجال توجه فيها للأهل خلف الأسلاك، تفضل. مثل ما ذكرت بالبداية، تحية كبيرة إلى كل أهل الجولان من الكبير إلى الصغير لتجذرهم في الأرض، لعدم السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية أن تكسر جزء من هذا الانتماء وهذه الأصالة وهذا الكبرياء لأهل الجولان. التحية الكبيرة لكل من صمد وقاوم صمود جبل الشيخ وسنديانات جبل العرب، إلى كل الأهل ألف تحية. نعم، دكتور جمال ولي ابن مجدل شمس المحتلي ابن الجولان الصامد كان ضيفي، أنا بشكرك، إن شاء الله لقانا عن قريب بالجولان وقد عاد حرا أبيا إلى السيادة الوطنية. مشاهدينا، قال غيري جميل جدا أن نترك أثار أقدامنا فوق الأرض، ولكن الأجمل لو كانت تصبو إلى مكان فاضل، إلى الجولان. نلتقيكم في حلقات قادمة، دمتم بخير، إلى اللقاء. سنبقى عرب سوريين قائمين في هذه الأرض للأبد.